برد 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 يوسف ممكن تقول لي حق الجمهور شنو قاعد طالع من فوق؟ والله هو صدق مسكوك ما يبان شيء، بس اشوف انا عندي اشعه ما وراء الطبيعه ووراء الليزر والاكسجين والهيدروكلوروكين. اي صور جوتي صور. لا ما بدون فلاش بعد يطلع من جامعه يصور. شو صار بالجامعه؟ الخاطر الفلاش هذا يفقع. ما انت باطل بدون فلاش؟ انت عارف بدون فلاش ما يطلع. اذا اشتغل ما اقول لك يسوون هي. والله انا لحظه شوي. نبيل. علي موسى. اخبارك حق الكاميرا ها؟ شو اسوي؟ ولا شلون ابو الشيخ؟ ولا ايش يسمونه؟ عديم الاخلاق. عديم الاخلاق. موسى الطيارة. بين علاقة طيران. صراحة أنا أعتبرتها إذا حين نبيل كم مرة قبليني؟ مرة واحدة شيل الله يعني؟ أربع مرات. وين أربع مرات؟ قول نبيل كم مرة قبليني؟ أنا؟ أنا يمكن مرة بس عن عشر. يقول لك من داخل نفسه بيها راف ساعات. ما يسوى عني مرة واحدة وخمر في الداخل أربعة. فما أعرف. إحنا هنا. كنا وين الحين؟ هني كنا. لما طلع في الفيلم مثلا طلع شيء قطارات وذي مثلا انا انقطعوا كراسي في الدور. هو بلازا هوتيل. هذه اكبر شيء. طالع من الشغل الحين. Thank you.
شنطوني برا الحي يحييك وما يزيدك هم. والله احنا منهم اشكرك وحبيلي شو بس لا تلبش على يموس وراك تخرب الصورة ما شلون عليك ولا جات بواحد بس في التكبير ممكن يطلع منها كذي حسب الورق شيل عبد الله يا الوي لا لا شيل مش انا خلاص شيل عيب لا لا شيل شيل جاب الناس شيل مو بس مو تقول كم راح شيل 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 طلع منه جاء الفندق بالطار يلا يا مان صدق شر عزيز مجر هلا بدوي ذي فيك يا اخي انا هاي الدين رسمي مالي انا الا صورت الثلج متخرب راح اضرب عكسوها على الثلج وقف يا بيه لا ثلج فوق طبعا About 50. Barbo! Yeah, it's 10.50 and 2 mark. 1, 2, 40. Okay, thank you. Your money? Come on, cheers. بعد تروح. احنا نتذكر نهر في شهر 11 شهر 4 كانت كل بوها ماي. وين الماي الحين يا نبيل؟ يعني تتصوروا اذا بحيرة الكبر كلها صايرة ثلج يعني هاد البرود هني شلون صايرة سقلق هذي شباب البومة المرنقطة يعني شيء مسكت هاي البومة البيضة طبعا احلى من الديايو البيبتول يحطونه في البيت Oh,
يا ولد 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 يا هذه هامور يعني شو اقول لكم اثري داخل انه القرن اصل الانسان وهي نظيف دي احسن شو ذي صدق سدد قريب مال ذي الجبل اشوف ما ادري ايش حق قبل اخوك ممكن بتهار دم طو طو اول نهار عالي هاي كل حد كل حد درجة الحرارة درجة 2 تحت الصفر شلون بغيت اسوي هذا؟ يا سعيد ساتر هدية حق يوسف كويجي ما يا اخي خفي ابو اثنين تحت الصفر جديد شيء دليل ترى الصراحه يوسف والله والله هذا على شكل مطارات تحت الارض بشكل سجلك سجلك انا بي سجلك محطة هامبورغ العودة شايفين الساعة مع هامبورغ ساعة تلف ليش هي زين البنايات ما تخترب ما تكسر ما تشلخ ما يصير فيه شيء عمر بمئات السنين لان ما تقولون جزيئات مالها دائما متجمده ما في عمليه تمدد